الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأهل الأحباب والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه جمعنا بكم والتقينا بكم الليلة في هذا المكان الطيب، ونحن نحتفل معاكم بمهرجان البركن السياحي تحت هذا الجبل الشامخ شموخ أهل الشمالية. نحمد الله أنه نحن بنجيكم وبنلقاكم بخير والحمد لله. نحمد أنه نحن جينا الليلة ووجدنا إنجازات كبيرة، لكن ده ما كل الطموح يا جماعة. قبل مدة قصيرة التغينا في الخرطوم هناك عشان نهضة الشمالية، والولاية الشمالية وأهل الشمال عموما قدموا للسودان، خدموا السودان في مرافق شتى، في التعليم، في الصحة، في الإدارة، في كل شيء. وكان كأنه هنالك اعتقاد أن الشمالية دي هي الأرض الطاردة وما فيها شيء، لكن احنا قناعتنا أن أرض الشمالية فيها خير كثير وخيرة حقيقة امتد لغيرها. شمالية فيها إمكانيات وقدرات كبيرة جدا للتطور والنمو. الليلة بنجد أنه في إقبال كبير جدا من المستثمرين للاستثمار في الولاية الشمالية في مجال الزراعة، في مجال الصناعات التحويلية، وفي مجال السياحة والسياحة بأنواعها. نعم، هنالك أقدم الحضارات العريفة الإنسانية هنا في الشمالية، وأكبر الحضارات وأعرق في الشمالية، وأيضا هناك سياحة أخرى، سياحة علاجية، سياحة تعليمية، سياحة نيلية، مختلف السياحات. وزي ما قالوا السياحة دي كاش حاضر، لكن ما بننسى مشروعات الانتاجية. والشمالية بلد زراعية، احنا عايزينها ان شاء الله ونرعاها حتى يكون القمح اللي بيطلع من الشمالية يغنينا تماما عن اي قمح نستورده من اي جهة. وعهدنا ايضا في اطار الامن الغذائي العربي ان نوفر لاخواننا العرب الحبوب بانواعها واللحوم بانواعها والسكر والزيوت ومختلف المنتجات الغذائية. واسمحوا لي ان ارحب بالاخ بندر الفهيد وصاحبه وزير الاستثمار السياحة في اليمن، ونرجو أن يعود ونتمنى أن يعود اليمن سعيد كما كان إن شاء الله، موحد وآمن. عهدنا معاكم أن نرعى كل مشروعاتكم خاصة في مجال الزراعة وكهرباء كل المشاريع الزراعية والتوسع في المشاريع القائمة وإقامة مشروعات زراعية جديدة بتقنيات حديثة تستوعب أحسن التقنيات إن شاء الله. لأنه نحن يا جماعة المزارع القديم والتربال والشاي الطوريتو ويقلب في اللبقة ده ما بنقز الآن، عايزين مساحات أكبر، تقنيات أحدث، وكل الناس مؤهلين إن شاء الله لمساعدة المشاريع. وأرض الشمالية خيرة كثير وإمكانياتها وافرة في أنها تنتج
كل المحصولات حتى الخضر والفواكه للاستهلاك المحلي وللصادر إن شاء الله. نحن معاكم أنه نرتقي بخدمات التعليم، لأنه أنتوا قدمتوا المعلمين لكم أتعلموا كل السودان. جاء الآن نحن نهتم بمؤسسات التعليم في الولاية الشمالية سواء في مرحلة الأساس حتى نوفر التعليم لكل الأطفال في سن الدراسة، التعليم الثانوي، التعليم الجامعي، التعليم التقني، وإنشاء كليات تقنية عشان نخرج المهندسين والفنيين والعمال المهرة اللي يستطيعوا أنه يديروا كل مؤسسات التنمية وآلياتها وأجهزة الحديثة إن شاء الله. عهدنا معاكم أنه نلتقي العام القادم إذا الله مد في العمر، نلتقي هنا مرة تانية ونتحاسب أنه نحن في خلال السنة عملنا شنو في كل المجالات، في بنيات أساسية، في مشروعات خدمية، في مشروعات إنتاجية، في استثمار، في خلافه. التحية لكم أهل الشمالية، والتحية لكم أهل البركل، التحية لكم أهل مروي، التحية لكل أهل الشمالية المنتشرين داخل السودان وخارج السودان. وبنقولون إن شاء الله إن شاء الله نحن برنامجنا القادم هو هجرة عكسية لأبناء الشمالية من داخل السودان ومن خارج السودان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.